الوزير الاول مرسوم تنفيذي يقول باللي يمنع على الاداره العموميه ان تشترط او تطلب من المواطن يقدم لها شهاده الجنسيه او شهاده سفر قضاء الا في حالته، وهذه الحالتي ما تحدث في حياه المواطن الا مره واثنين طول حياته، طول حياته مره ولا اثنين. ونجي اليوم نطلع الاحصائيات ونصير فيه زياده. انا لحقتني معلومات، لحقتني صدى، يمشي المواطن للاداره يقول له جبنا الجنسيه، يقول له الدوله نحتها، يقول له احنا سمعنا كما سمعت انت، بصح ما جانا والو. شنو نبعث لك يا سي محمد؟ انت راك اداري وراك في الاداره، راك رئيس دائره، رئيس بلديه، مدير، مدير عام، مدير فرعي. القانون واضح، الشرط الوحيد نشره في الجريده الرسميه وتجيني معلومه في هذا الاطار من ادارات معينه غير المسؤول دخلوا الحبس. وانا مسؤول على كلامي، مسؤول على كلامي، نعمر النائب العام انه يدخلوا الحبس. ما فيش حل وطن، الحل هو الحبس. هذا تمرد.